فاسده. الحقيقه وزاره الزراعه اعلنت ضبط 18 طن لحوم ودواجن فاسده خلال 12 يوم، ال 12 يوم اللي فاتوا. تمكنت الحملات الرقابيه اللي شنتها مديريه الطب البيطري بمحافظه الجيزه بالتنسيق مع شرطه مباحث التموين من ضبط حوالي 18 طن و729 الف كيلو من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن ومقطعات كبده فاسده ودهون حيوانيه غير صالحه للاستخدام الادمي داخل عدد من المحلات للمجمدات بمناطق مختلفه في محافظه الجيزه. وقالت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي في بيان لها انه تم تحرير 12 محضر خلال الفتره من 10 ل 22 يناير الجاري، وتم التحفظ على كميات اللحوم المضبوطه وعرض الامر على النيابه علشان يتخذوا اجراءات في هذا الشان. طيب احنا معانا تليفون دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. طيب هنحاول نتصل بدكتور حامد مره تانية، بس عموما يعني احنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده ونحاول يا جماعه نبلغ، لان الحاجات واضح ان هي وصلت للمحلات اهي وبتتباع في المحلات ده وفقا لوزاره الزراعه مش لينا احنا. طيب